دي القواعد اللي هنمشي عليها، بس مش هنمشي عليها. يعني لو هم جم سرقوا حاجه منك هتيجي تشتكي لي وتقول لي القواعد بتقول ايه؟ هقول لك الكونفليكت اللي ما بينكم يتحل بالسلام، عيشوا مع بعض. لكن انا لو حد جه ياخد حاجه ملكي مش مسموح. ليه؟ علشان ورقه القواعد بتقول كده. بلس فين الانسانيه في ده؟ مثلا لو انت اتضربت هتيجي تشتكي لي وتقول لي ورقه القواعد بتقول ايه؟ هفكرك انك من شهرين ما التزمتش بورقه القواعد، فليه بتسال عنها دلوقتي؟ هما كمان ما التزموش بيها؟ كانوا رد فعل. يور موف ما كانتش مدروسه ومتهوره، بلس عليك عقوبه. صدقني مش لوحدك اللي اخد عقوبه، لسه اتنين كانوا بيضربوا في بعض برضو، عاقبنا اللي ضرب كده كده. نوت اونلي بات اولسو عزلناه عن العالم وقطعناه كلنا. ليه ده ما بيحصلش مع اللي ضربك؟ علشان اللي ضربك مننا واللي اتضربوا هناك برضو مننا. خليني اقول كلام مش عايزه اقوله. بص في المرايه، حاسس ان احنا شبه بعض؟ حاسس انك مننا؟ انا صحيح بطالب بالحريه والمساواه للجميع، بس الجميع اللي مننا